تحياتي. الانجن كومبريشن تيستر او جهاز اختبار كبس المحرك معروف لكتير من ملاك وفنيين السيارات، ولكن الطريقة الصحيحة والدقيقة للقياس يجهلها الكثير. في الفيديو دوت هوضح اهمية اختبار الكبس للمحرك، الحاجة التانية الطريقة الصحيحة لاختبار الكبس طبقا للضغوط اللي محددها الصانع او صانع المحرك والسيارة، الحاجة التالتة طريقة الشراء سواء داخل مصر او خارجها مع الحصول على خصم اضافي عند الشراء. نتابع مع بعض. علشان نعرف اهمية قياس كبس المحرك ده بيوضح لنا اول حاجة كفاءة المحرك، ولو عندك مشاكل في الموتور زي نقص زيت او دخنة بيبدأ موضوع الكبس يحدد لك المشكلة فين بالظبط. عشان ما طولش عليكم في اخر الفيديو هتطرق للمشاكل اللي ممكن جهاز قياس الكبس يكتشفها في المحرك وتكتشفها ازاي. اول حاجة علشان تبدأ تعمل اختبار الكبس للمحرك، طبعا المفروض ان يكون المحرك في وضع التشغيل الطبيعي او السخونة الطبيعية للتشغيل، ولكن الخطورة كلها بتكمن في السبارك بلاجز او البوجيهات، لان البوجيهات دي بتكون مربوطة في وش السلندر الالومنيا، وعشان احلها وهي درجة حرارة المكنة مرتفعة او درجة الحرارة التشغيل الطبيعية بيكون في خطورة، ممكن البوجيه يكسر منك وممكن السن يحصل له تلف على المدى البعيد. فالأأمن ان انت تكون درجة حرارة المحرك متوسطة، بمعنى ان انت لما تيجي تجيب المقاس بالشكل ده، نيجي هنا نشوف درجة حرارة وش السلندر 82 درجة، بحاول اجيبها بس الاضاءة، 82 درجة ونص، دي درجة حرارة وش السلندر. طيب لو جبنا درجة حرارة البلوكة، الشكل ده 78 درجة. طيب نقيس وش السلندر تاني، 83 درجة. فكده درجة الحرارة متوسطة، ولا هي عالية قوي ولا هي منخفضة قوي. لما تيجي تبدأ اختبار الكبس اول حاجة بتيجي تعملها، طبعا كل عربية ليها تصميمها، بتبدأ تفصل فيش المباين بالشكل ده، وتبدأ تحل اسلاك البوجيهات او الكويلات اللي موجودة على البوجيهات واحدة واحدة بالشكل ده يمين وشمال، وتسحب واحدة واحدة. بعد كده بتيجي تجيب اللقمة المناسبة للبوجي، وفي الغالب العربيات الحديثة كلها 16، اللقمة مقاسها 16، بتبدأ تبين واحدة واحدة وواحدة واحدة وانت بتحل البوجي بالشكل ده. بعد ما حررت الاربع بوجيهات تيجي باستخدام سلكة البوجيه تطلع البوجيهات كلها من على المحرك بالشكل ده. بعد كده بتيجي تطلع العداد او المقاس اللي هتعمل بيه اختبار الكبس، وبعد كده بتطلع الخرطوم بتاعه اللي جاي معاه او الوصلة اللي جاية معاه، وبتختار السن المناسب ليه، ويمكن يكون ان سن الخرطوم اللي جاي معاه ممتاز ومش محتاج حاجة تاني. بعد كده بتبدأ تجيب الوصلة اللي جاية معاه وتبدأ تركبها طبعا، بتلف الاول لفة عكسية وبعد كده بتبدأ تربط اللفة العكسية دي علشان السن يقعد مكانه على وش السلندر بالشكل ده تمام. بعد ما ربطت بتيجي بتوصل العداد، بيكون هنا في سوستة بتشدها تبيت العداد بالشكل ده، وتبدأ تدور العربية لمدة 5 ثواني او 4 اشواط.
طبعا زي ما واضح كده في العداد الكبسة على 14 بار او 200 في اس اي. طبعا الموتور اللي معانا ده موتور ميتسوبيشي لانسر. الضغط اللي محدده الصانع او البريشر بتاعه من المصنع من 10.5 بار ل 15.5 بار. تقدر تعرف المعلومات ديت من برنامج الاوتو داتا او الكتالوج اللي هو محدده الصانع. ولو مش عارف المعلومات دي ممكن تسيب لي موديل عربيتك تحت اسفل الفيديو وارد عليك اقول لك الكبس بتاعها كام. ده كان اول اختبار. بتبدا بعد كده تحل العداد بالشكل ده وتبدا تضغط على السوسته اللي في الجنب دي عشان تهدي الضغط. بعد كده بتبدا تخش على فتحه السلندر اللي بعدها بنفس الطريقه السابقه. ونبدأ نعمل الكبس. تلاقيه وصل ل 12 بار ودي برضو النسبة المسموح بيها في الكتالوج او اليوزر مانوال او صانع السيارة بالشكل ده. نيجي للسلندر اللي بعده برضو بنفس الطريقة ونبدأ برضو نعمل اختبار الكبس. طبعا هنا السلندر ده علم برضو 14 بار يعني 10 على 10 وفي النسبة المسموح بيها. نيجي للسلندر رقم 1 ونيجي نقيس الضغط بتاعه. نلاقيه برضو 14 بار في النسبة اللي مسموح بيها واللي محددها صانع المحرك. لو جينا نلاحظ أثناء اختبار الكبس في الغرفة رقم 4 و3 و2 و1 إن الغرفة الثالثة أقلهم في الضغط ولكن مش تالف، يعني هو النسبة المسموح بيها من 10.5 بار ل 15.5 بار. كل الغرف مقاساتها حلوة إلا رقم 3 الكبس بتاعها 12 بار. طيب علشان أحدد المشكلة من الشنابر ولا من الصبابات فوق اعمل ايه؟ ببدا اجيب سرنجه وابدا احط حوالي 15 سنتي زيت وابدا افرغهم داخل الغرفه الضعيفه. بعد كده بتبدا تجيب الزيت وتحاول تنشن على غرفه الحريق عن طريق خرطوم علشان ينزل جوه غرفه الحريق وتبدا تسقط الزيت بالشكل ده. كده احنا فرغنا كمية الزيت على راس البستم. بعد كده ابدأ اجيب جهاز قياس الكبس بالشكل ده وابدأ اركب. كده الاختبار ده عن طريق الزيت. بعد ما قفلت ابدأ اعمل اختبار الكبس. شايفين بقى الضغط وصل لكام؟ الضغط عدى معايا ال 14، رجع للكفاءة الأساسية اللي هو الماكسيموم اللي المصنع محدده. طيب المشكلة هنا فين؟ المشكلة إن الشنابر بتاعة الغرفة التالتة ضعيفة شوية، إحنا مش هنقول اللي هي وحشة أو هنقول اللي هي تالفة وبتهرب زيت، المكنة أولاً 10 على 10 في التسارع بتاعها وفي كل حاجة، ولكن مش هنقول بكفاءة 100%، لما نيجي نتكلم في 95% مش وحش، لما نيجي نتكلم في 90% مش وحش. لك اثناء ما انت حلل البوجيهات لو البوجيهات عمرها معاك ما عملتش العمر الافتراضي بتاعها ممكن باستخدام فرشه سلك كنظافه تبدا تنظف البوجيه بالشكل ده. تبدا تنظف الاربع بوجيهات علشان ترجعهم بحاله نظيفه يساعد معاك في الحرق وفي كل حاجه. ادي السن قبل التنظيف وبعد التنظيف. بعد ما نظفت الاربع بوجيهات وانت جاي تركبهم، لاني انا في ناس كتير انتقدوني انتقاد ايجابي قال لي وانت بتسقط البوجيه تسقطه واحده واحده بالشكل ده، يعني انا بسقط البوجيه اهو واحده واحده علشان الخلوص بتاعه ما يتغيرش، ولكن انا مش مقتنع بكده ولكن احترم من انتقدني انتقاد ايجابي من اجل المصلحه للكل. اهو بسقط البوجيه واحده واحده.
بالشكل ده. بعد كده تبدأ تربط البوجيهات بنفس الطريقة، بتسقط المفتاح بالشكل ده، تلف لفة عكسية عشان تخلي السن يقعد عدل، وبعد كده تبدأ تربط. طبعا المفروض اني عزم البوجيهات 30 نيوتن. طبعا لفوق في الاي وتحت في الديسكريبشن كنت مستخدم مفاتيح العزم او مفتاح العزم في تقفيل محرك السيارة، ولكن انا مش متاح ليا مفتاح العزم، ولكن وانا بحرك بتحرك باقصى عزم يجيبه صباع ايدك ده، يعني بنقول التقريبي بتاعه 30 نيوتن. وتبدأ تربط بقية البوجيهات بنفس الطريقة. طبعا علشان ابدأ اعرف الكمبريشن بريشر بتاع الصانع اللي محدده للسيارة، هنا عندنا برنامج اسمه الاوتو داتا، ده برنامج صيانة مشهور. باجي اختار موديل السنة 2010 مثلا، اجي اختار هنا وات الهاينداي، بعد كده مثلا انا عايز اختار الهاينداي الانترا، او مثلا نقول الاي اكس 35 بالشكل ده، الموتور ال 1600 بالشكل ده، اجي اختار التكنيكال داتا، ادوس عليها اتنين كليك ورا بعض، واختار منها السيرفيس تشيكس اند ادجستمنت، اجي اختار هنا الكمبريشن بريشر، الاقيه من 10.8 بار ل 12.3 بار. في بعض السيارات مش محدد لي الكمبريشن بريشر، اعمل ايه؟ اجيب من الفيكال ايدنتيفيكيشن واجي اختار الكمبريشن ريتيو، وهي ليها عمليه حسابيه بقدر اعرف عن طريقها معدل الانضغاط بتاع المحرك واحوله للكمبريشن بريشر اللي اقدر اقيس عليه. اشهر تجربه لاجراء اختبار الكبسه لما تلاقي العربيه خارج منها دخان من الشكمان، يا ترى بتحدد الدخانه ديت من وش السلندر يعني الصبابات والاويل سيل بتاع الصباب، ولا من البيستون رينج والرنجات من اسفل المحرك؟ فبيبدا اختبار الكبسه يحدد لك المشكله بالتحديد منين بالظبط. اسفل الفيديو تحت هتلاقي رابط للمنتج او لجهاز قياس كبس المحرك، هتبدا تفتح الصفحه بتاعته زي ما واضح كده قدامنا، هتظهر لنا الصفحه بتاعه المنتج، هتبدأ تدوس اشتري الان او تضيف الى عربة التسوق. طبعا انا هدوس كده اشتري الان، هتلاقي حولنا اوتوماتيك على عربة التسوق او على نظام الشراء على طول. تبدأ هنا بقى تملك كل بياناتك، الاسم والعنوان والمدينة ورقم الهاتف وكل حاجة. طبعا هتيجي هنا هتلاقي على الشمال كوبونات، تبدأ هتلاقي تحت برضو انا سايب كوبون من موقع بانجود عشان تاخد خصم عليه عند الشراء، يعني هتبدأ تكتب الكوبون BG351189 وتدوس استعمال، تلاقي ان انت اخدت خصم. بعد كده تبدأ تعمل تقديم للطلب وتشوف البريد اللي انت عايزه ايه علشان تشحن عليه. في النهاية اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش لايك وسبسكرايب وشير، ولو عندك اي استفسار اكتب كومنت اسفل الفيديو. شكرا ليكم.